أهلا بيكم أعزائي الطلبة والطالبات في لقاء جديد إن شاء الله. النهاردة هيكون حديثنا على الجزء الثالث أو العمود من الثالث من أعمدة اللوكوموتور سيستم أو الماسكولوسكيليتال سيستم، اللي هو الجهاز الهيكلي أو العضل الهيكلي أو الجهاز الحركي. حضرتك درسنا في المحاضرات السابقة بونز في الجنرال أستيولوجي والجوينز في الجنرال أرثرولوجي. النهاردة هناخد ما يسمى بالجنرال مايولوجي أو علم العضلات العام. ربنا حب الإنسان بمجموعة من التراكيب خلته قادر على الحركة في سهولة ويسر وانسيابية في الجسم. في حضرتك الإنسان في 206 عظمة، 360 مفصل، 320 عضلة مزدوجة. لو اعتبرناهم عضلات مفردة يوصل عددهم ل 640، وفي بعض العضلات بتعتبرها بعض التكست بوكس إن العضلة لو بتكون من جزئين أو ثلاثة بيعتبروا كل جزء عضلة، ممكن يوصل عددهم ل 840 أو 850 عضلة. على سبيل المثال الترايسبس براكياي اللي هي العضلة العضدية ذات الثلاث رؤوس، فدي لها لاترال هيد ولونج هيد وميديال هيد، فبيعتبروا كل واحدة عضلة. تخيل التراكيب الكبيرة دي من البونز والجوينز والمصل بتتناسق مع بعضها عشان تعطي الإنسان الحركة بتاعته. فالنهاردة حديثنا هيكون على الجنرال مايولوجي أو علم العضلات العام. فكلمة مايو معناها مصل، أولوجي معناها علم، فهو العلم اللي بيختص به دراسة المسلز والأكسسور ستراكشرز، التراكيب المصاحبة ليها زي الفاشية اللي هي اللفافة والتندون والتندون شيس والبيرسا. كل دي تراكيب هنشوفها مع بعض إن شاء الله بتبقى مصاحبة للعضلات. المصل دي الاكتيف اورجان اوف ذا موشن، يعني البونز والجوينز ما تقدرش تشتغل بدون وجود العضلات، وطبعا الجهاز العصبي اللي بيتحكم في القصه دي كلها، انما اساس الحركه هي العضلات. ودي بتعتبر بتتميز بصفه الكونتراكشن او الانقباض لما بيحصل لها ستيميوليشن. حضرتك حطيت ايدك على نار، انت شكيت بدبوس، اي ستيمولاي ياثر على العضله بتلاقي حركه لا اراديه من ايدك او تكون ارادية ان انت هتشيل حاجة هتحط حاجة، فاي استيمولاي بيأثر على العضلة بيؤدي للحركة. فالعضلة لها القدرة على الانقباض والانبساط لما بتستحس. الفانكشن بتاع الماسلز او وظائف العضلات وظائف متعددة، بيوصل عددهم لتقريبا 11 وظيفة. فنبص اول حاجة من وظائف العضلات اللي هي الحركة، الموبيليتي، دي الطبيعي ان العضلات بتتحرك الجسم. الاستابيليتي، ثبات الجسم، حضرتك واقف قاعد في استابيليتي، بيخلي الاستابيليتي تحصل هي الماسلز، الديفرنت ماسلز او السكيليتال ماسلز اللي موجودة في الجسم. البوشر اللي هي وضعية الجسم، حضرتك واقف قاعد نايم، ايه اللي بيخلي وضعية الجسم، الجسم ياخد الوضعية بتاعته، هي المسلز هي اللي بتتحكم في القصة دي. السيركوليشن، اساس السيركوليشن والهارت، القلب هو اساس الدورة الدموية. القلب ده بيعتبر احد انواع العضلات زي ما نتكلم اللي هو الكاردياك ماسل، فالسيركوليشن اصلا بتعتمد على السنترال بامب اللي هو الهارت اللي هو اساس عملية السيركوليشن او عملية الدورة الدموية. ده بجانب انقباض الشرايين في السموث ماسلز او العضلات المنساء اللي موجودة في جدار الشرايين. الريسبيريشن، حضرتك لما هتدرس معانا ريسبيراتوري سيستم او جهاز تنفس هتقول لك المين ماسل اوف الريسبيريشن، عضلات التنفس، مجموعه عضلات في القفص الصدري هي اللي بتؤدي للارتفاع والانخفاض. كمان اساس حركه التنفس هو الديافرام. الديافرام او الحجاب الحاجز ده عباره عن ترانسفيرس بارتيشن، ماسكولار ترانسفيرس بارتيشن بتوين الثوراسيك اند ابدومينال كافيتي. فاساس عمليه الريسبيريشن كلها هي عضلات بتحرك، بتفتح الصدر او تؤدي لاتساع الصدر او ضيقه، ده بيؤدي الى سحب الهواء. الهواء مش بيدخل بقوة الضغط، ده بيدخل بقوة السحب، ينسحب الى الرئتين عن طريق ان العضلات دي اما تعمل بوزيتيف برجر تطرده للخارج او نيجاتيف برجر تسحبه للداخل. فاساس عملية التنفس هي العضلات.
الدايجيشن او الهضم. الهضم حضرتك لما تشوف معانا الستراكشر بتاع الاستومك الانتستين الاسوفاجس الاول اللي هو المليء، كل حركه الامعاء بتعتمد على السموث ماسلز او العضلات المسائل اللي موجوده في جدار هذه الاعضاء. فمعظم العمليات الحيويه زي اليورينيشن، عمليه اليورينيشن بتعتمد هي ايضا على الماسلز، عمليه طرد البول بيعتمد على وجود العضلات، تحرك اليورين من الحليبين او اليوريترز لليورينر بلادر لليوريسرا الخارج. عمليه التشايلد بيرث او عمليه الولاده بتعتمد على السموث ماسلز اللي موجوده في جدار الرحم، فاساس عمليه الولاده هي العضلات. العضلات تشتغل، تنقبض، تخرج الجنين عن طريق السيرفكس او عنق الرحم للفاجينا. عمليه الولاده تتم من خلال انقباض العضلات. كمان عملية الرؤية الفيجن، عضلات العين هي اللي بتوسع مجال الرؤية، بتقلل مجال الرؤية عن طريق البروز مقلة العين او الاي بوبل او غوارها للخلف. فعملية الفيجنز دي بتعتمد على عضلات اللي موجودة في العين زي ما ندرسها بعد كده. عملية الأورجان بروتكشنز، حماية الأعضاء الداخلية إما بالبونز أو بالمسلز. البونز والمسلز ده عامل حاجز يحمي أعضاء الجسم الداخلية. كمان عملية التمبريتشر ريجوليشن أو السيرمو ريجوليشن، العضلات بتاع حضرتك وانت نايم صاحي في حركة تون مستمرة، في حركة انقباض مستمرة، ده ليه؟ عشان يحافظ على حرارة الجسم ثابتة. حرارة الجسم في الهيت بلادد أنيمالز أو الحيوانات ذات الدم الدافئ، ومنها الإنسان كائن ذو دم دافئ، حرارته ثابته سواء الجو برد الجو حر، حرارته ثابته. ده بيعتمد على حركة العضلات في انقباض مستمر بتحافظ، وفي ميكانيزمات اخرى او اليات اخرى بيحافظ الجسم على حرارته. انما حاجه زي الاسماك دي كولد بلادد انيمال، الانقباض ده مش مستمر. فالثيرمو ريجوليشن او التمبريتشر ريجوليشن بتعتمد بالدرجه الاولى على وجود العضلات وانقباضاتها المستمره. دي كانت عده وظائف للعضلات. الكلاسيفيكيشن اوف ذا ماسلز بقى او تقسيمة العضلات، بيقسموا العضلات على اساس الاستراكشرز بتاعها وعده تقسيمات على اساس الاسترايشنز. الاسترايشن ده اللي هو التخطيط بتاعها، هل هي مخططه ولا غير مخططه، يعني العضله حضرتك لما تشوفها تحت الميكروسكوب فيها تخطيط ولا ما فيهاش تخطيط، وهنقول الاسترايشنز ده جاي منين. كمان تبع المورفولوجيكال والفانكشن كلاسيفيكيشن بتاعها، بيقسموها مورفولوجيا ووظيفيا عده تقسيمات. والمود اوف ذا كونتراكشن او الكنترول، العضله ديت هل هي اراديه ولا لا اراديه، حضرتك بتقدر تتحكم فيها ولا ما بتتحكمش فيها. فعلى اساس الاسترايشن قسموا العضلات لاسترايتد ماسل ونان استرايتد ماسل. عندنا نوعين في الجسم من العضلات، النوعين بتوع العضلات دولت في استرايتد وفي نون استرايتد، في مخططه وغير مخططه. تاني تقسيمه اللي هي المورفولوجيكال اند فانكشن كلاسيفيكيشن اوف ذا ماسلز، تقسيمه تبع الشكل بتاعها والفانكشن بتاعتها ليه ثلاثه كاتيجوري او ثلاث انواع. سكيليتال ماسل اللي هي العضلات الهيكليه، ودي اللحمه اللي على جسمنا دي، او على لو في الحيوانات تبقى اللحمه اللي بناكلها بنسميها سكيليتال ماسل. السموث ماسلز اللي هي العضلات الملساء، العضلات الملساء دي موجوده في الفيسرا وذلك يسموها فيسرال ماسل او سبلانكنيك ماسل. الكاردياك ماسل اللي هي العضله القلبيه اللي هي بيكون المتن بتاع القلب او جسم القلب نفسه، المايوكارديوم، الطبقه الوسطى من طبقات القلب بيسموها المايوكارديوم، اللي بيكونها عضلات بيسموها الكاردياك ماسل او العضله القلبيه. فالسكيليتال ماسلز بتبقى استرايتد ماسل، يعني عضلات مخططه زي ما حضرتك شايف قدامنا كده في الصوره دي. العضلات دي باين فيها الاستريشن او التخطيط واضح قوي. وسكيليتال يعني عضلات هيكليه، يعني دي اللي بانيه الجسم، عضلات الجسم من الخارج كلها. العضلات دي بتغطي الجسم كله من الخارج وبتغطي السكيلتون، وهي اساس الحركة بتاعتنا. بتبقى ريد في الكالر، والشيب بتاعها بيختلف اختلاف كبير زي ما هنشوف بقى. اشكال العضلات بتاعت الجسم بتختلف من مكان لاخر، وهي اشكال مختلفة وعديدة للعضلات. السموس ماسل دي بيسموها الفيسرال ماسل، ودي بتبقى نون استرييتد و انستريب، دي يعني عضلات غير مخططه زي ما حضرتك شايف معانا في الرسمه دي، ما فيهاش اي تخطيط مش زي السكيليتال ماسل.
ودي بيسموها الفيسرال ماسلز او السبلانكينج ماسل، بيسموها العضلات الحشويه او العضلات اللي موجوده داخل الفيسرا، داخل الامعاء، داخل المعده، داخل الاسوفاجس. دي عضلات كلها بتبقى لا اراديه اصلا، او الانسان ما بيقدرش يتحكم فيها. حضرتك ما تقدرش تقول للمعده بتاعتك اقفي دلوقتي، لا الامعاء اشتغل دلوقتي. ليه بقى؟ لان اللي موجود في جدارها عضلات بيسموها السموث ماسل او الفيسرال ماسلز، ودي عضلات ملساء ما بنتحكمش فيها وبتبقى غير مخططة. الكاردياك ماسلز اللي هي العضلة القلبية دي بتبقى استريتد زيها زي السكيليتال ماسلز، زي ما حضرتك شايف كده مخططة، ولكنها يونينيوكليتد او ذو انوية واحدة، خلايا بتاعتها ما فيهاش غير نواة واحدة. دي الكاردياك ماسل. التقسيمة دي كانت اكوردنج تو المورفولوجيكال والفانكشن بتاعت العضلات، لسكيليتال وسموث وكاردياك ماسل. التقسيمة التالتة للعضلات اكوردنج تو ذا مود اوف ذا كونتراكشن او كنترول بتاع الكونتراكشن. العضلات دي اما تبقى فولانتري ماسلز او انفولانتري ماسلز، يعني عضلات ارادية حضرتك تقدر تتحكم فيها، اقدر اعمل انقباض الايدي، اعمل بسط الايدي، فليكشن، اكستنشن، ادكشن، ابدكشن، عضلات هيكلية اقدر اتحكم فيها، انما في عضلات تانية ما اقدرش اتحكم فيها زي الكاردياك ماسل والسموث ماسل. فعندنا الفولانتري ماسلز دي زي السكيليتال ماسلز اللي هي العضلات الهيكليه اللي هي في الجسم الخارج، انما الانفولانتري ماسلز بتتضمن الكاردياك ماسل والسموس ماسل. عضله القلب حضرتك تقدر تقول للقلب زود دقاتك او قلل الدقات بتاعتك، لا ده دي عضلات ما بيتحكمش فيها الانسان او ما بيتحكمش في العمل بتاعها. دي عضلات بيتحكم فيها جزء من الجهاز العصبي بنسميه اوتونوميك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي التلقائي، مش تحت سيطرة الانسان، ده بيتحكم فيها هذا الجزء من الجهاز العصبي. دي كاردياك ماسل والسموث ماسل، العضلة القلبية والعضلات الملساء اللي موجودة داخل الاحشاء كلها. دي تقسيمة فولانتري وانفولانتري، دي تبع المود اوف ذا كنترول في الكونتراكشن، الكونتراكشن بتاعها ايه اللي بيتحكم فيه. فلقينا بقى لما نجمع الثلاث تقسيمات دول مع بعض هيطلع لنا ثلاث انواع من العضلات. فعندنا تبع الثلاثة بيزز دول هنلاقي السكيليتال ماسلز، اول نوع اسمه سكيليتال ماسلز اللي هي العضلات الهيكليه، دي بتبقى استريتد اند فولانتري يعني مخططه واراديه. تاني نوع اللي هي السموث ماسل، دي نون استرايتد غير مخططه ولا اراديه، انفولانتري، اللي هي السبلانكليك ماسل او السموث ماسل او الفيسرال ماسلز. تالت نوع اللي هو الكاردياك ماسلز، هي بتبقى استرايتد زيها زي السكيليتال بس هي الكنترول بتاعها بيبقى انفولانتري او لا ارادي. فبص حضرتك الدياجرام اللي معانا ده، او استرايتد ونون استرايتد. الاسترايتد اللي هي المخططه اما تبقى سكيليتال اما كاردياك. النون استرايتد اللي هي السموث ماسل، طب فولانتري وانفولانتري. السكيليتال ماسلز فولانتري اراديه، انما الكاردياك ماسلز والسموث ماسل انفولانتري. يبقى اكوردنج تو ذا بريفيوس 3 بيسز وي هاف 3 تايبس اوف ذا ماسل، سكيليتال ماسلز استرايتد اند انفولانتري، سموث ماسل نون استرايتد اند انفولانتري، كاردياك ماسل بتبقى استرايتد اند انفولانتري. دي تبع الثلاثه بيزز للكلاسيفيكيشن او الثلاث قواعد بتوع تقسيم العضلات. ظهر عندي ثلاث انواع من العضلات، سكيليتال ماسل وسموث ماسل وكاردياك ماسل. دي صورة تانية للتايبس بتاع الماسلز. ادي السكيليتال ماسل بتبقى مالتي نيوكليتد وسترايتد مخططة زي ما حضرتك شايف، التخطيط واضح قدام حضرتك اهو. السموث ماسلز بتبقى سبيندل شيب نيوني نيوكليتد، انما دي بتبقى مالتي نيوكليتد السكيليتال ماسل ونان استرايتد مش مخططه. الكاردياك ماسلز بتتميز بعد كده هنتكلم هنقول ان هي برانشد وبتبقى استرايتد زي ما حضرتك شايف، التخطيط واضح ايه فيها. لما نيجي نتكلم على السكيليتال ماسلز، بتبقى استرايتد فايبر زي ما حضرتك شايف، التخطيط واضح اهو. مالتي نيوكليتد، الخليه او الفايبرز بتاعتها اللييفات بتاعتها فيها اللي هي المايوفايبرز، الخلايا بتاعه العضلات دي بنسميها مايوفايبرز، اللي هي الالياف العضليه بتبقى مالتي نيوكليتد او فيها اكثر من نواه.
فولانتري كنترولز بحضرتك بتحكم فيها، دي اراديه في الحركه، بتمثل من حوالي 40 ل 45% من البودي ويت، من وزن الجسم، ده سكيليتال ماسلز. لما نيجي نتكلم على السموث ماسلز، السموث ماسلز نون استرييتد اهي، ما فيهاش اي تخطيط قدام حضرتك اهي، نون استرييتد سبيندل شيب، الشكل بتاعها سبيندل في الشيب، شكلها مغزلي الشكل. بتبقى فيها سنجل نيوكليوز زي ما حضرتك شايف، مش زي السكيليتال ماسل بتبقى مالتي نيوكليتد، لوكيتد ان ذا وول اوف ذا فيسرا يوجوالي ارينجد ان ذا سيركولار اند لونجيتودينال لاير. حضرتك الامعاء لما تيجي تشوف التركيب بتاعها، اي عضو انبوبي بيتكون من ثلاث طبقات، الطبقه الداخليه بيسموها الميوكوزا، الطبقه الوسطى بيسموها الماسكولوزا او الماسكولار لير، والطبقه الخارجيه بيسموها السيروزا او الادفنتيشيا. خلينا في الطبقه الوسطى، الطبقه الوسطى دي اللي هي الماسكولار لير، يعني الامعاء انبوبيه الشكل، من جوه بنسميها الميوكوزا او المخاطيه، في نصها بنسميه الماسكولوزا او الماسكولار لير. الماسكولار لير دائما بتنتظم فيسرال ماسلز او السموس ماسل في طبقتين، طبقه بتبقى سيركولار وطبقه لينجوتيدونال، عشان حركه الطعام، بتحرك الطعام من خلال البريستالتيك موفمنت او الحركه الدوديه للامعاء عن طريق ايه؟ عن طريق السموث ماسلز او العضلات الملساء اللي موجوده في جدار هذه التراكيب اللي هي الامعاء، المعده، الى اخره. لما نيجي بقى نتكلم على الكاردياك ماسلز اللي هي العضله القلبيه، دي بتمثل الميوكارديوم اوف ذا هارت. الجدار بتاع القلب بيتكون من 3 لاير، الاوتر لاير او الطبقه الخارجيه بيسموها الايبيكارديوم، الطبقه الوسطى بيسموها المايوكارديوم، الطبقه الداخليه بيسموها الاندوكارديوم. فالمايوكارديوم ده البلك بتاع الوول بتاع الهارت، يعتبر اساس جدار القلب هي المايوكارديوم العضله القلبيه، واحنا عارفين ان حضرتك ان القلب ده سنترال بامب بتاع السيركيولاتوري سيستم، هو المضخه الرئيسيه للجهاز الدوري او الكارديوفاسكولار سيستم كله. فالكاردياك ماسلز بتبقى فيها كروس سترايشنز زي ما حضرتك شايف كده، ده الاسترايشن بتاعها، بتبقى الخلايا بتاعتها برانشد او الفايبرلز بتاعتها برانشد ويوني نيوكليتد، يعني وحيده الخليه زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره كده. انفولانتري دي بتحكم فيها اوتونوميك نيرفس سيستم، فهي كلمه انفولانتري بتساوي اوتونوميك، يعني اللي بيتحكم فيها الجهاز العصبي التلقائي او الذاتي، حضرتك ما تقدرش تتحكم في عضله القلب، ده هي بتشتغل تلقائي من نفسها. كمان الكاردياك ماسل بتتميز بوجود ما يسمى بالدارك باندز دي سيبريتد ات ريجولار انترفال باي انتركاليتد ديسكس تو سبورت سينكرونايزد كونتراكشن اوف ذا كاردياك تيشو. يعني القصه دي، بص حضرتك معايا، ادي الخلايا بتبقى برانشد ويوني نيوكليتد، بتتميز بوجود جانكشن ما بين الخلايا بيسموها الانتركاليتد ديسكس. الانتركاليتد ديسكس دي اللي بيكونها ما يسمى بالديزموزومز، كلمه ديزموزومز دي ديزمو يعني رابط او التحام، ثم كلمه سوما يعني خليه، فديزموسومز روابط ما بين الخلايا، ده عبارة عن انتجرال بروتين، بروتين لاصق بيحافظ على الانتجريتي بتاع او الانتجريتي بتاع الخلايا، بيحافظ على الشكل بتاع الهيكل بتاع التيشو. فاللي بيربط الخلايا او خلايا العضلة القلبية ببعضها بيسموها انتركاليتد ديسكس او الديزموسومز. وكمان ما يسمى بتتميز بوجود ما يسمى بالجاب جانكشن ما بين الفايبرلز في ما يسمى او الالياف بتاعه العضلات دي اللي هيفات بقى تصغير الليفه بيسموه الجاب جانكشن. الجاب جانكشن دي فجوه ما بين الخلايا بتمر من خلالها الايونز لنقل النبضه العصبيه من خليه الى اخرى. فالخلايا العضله القلبيه بتتميز بوجود الانتركاليتد ديسكس والجاب جانكشن. وطبعا زي ما قلنا لحضرتك ان عضلة القلب بتشتغل ذاتي او تلقائي، دي كلها اوتونوميك او انفولانتري ماسل. دي كانت القصة بتاعت الكاردياك ماسلز، وزي ما حضرتك شايف في هيستولوجيكال سيكشنز اهوت مسبوق بالاتش ان دي بالهيماتوكسيلين ايوسين بين الانتركاليتد ديسكس اللي بشاور لحضرتك عليها دي والنيوكليوس، دي بتبقى يوني نيوكليتد، والخلايا زي ما حضرتك شايف بتبقى برانشد. دي كان الشكل والاناتومي بتاع الكاردياك ماسلز، وزي ما شايفين في الصورة برضو ان احنا واخدين مقطع من جدار القلب.